الله الرحمن الرحيم. النهاردة استقبلت الأمانة العامة لتاني يوم السادة النواب الجدد لاستكمال إجراءات استخراج بطاقات العضوية. النهاردة كان بيشرفنا بالحضور نواب الجيزة وشمال ووسط وجنوب الصعيد. عدد السادة النواب أعضاء القائمة 100، استلم بطاقات العضوية 90% طبعا النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور هيبقى متاح ان هم يتسلموا اغراضهم وبطاقاتهم في اي يوم تالي من مكتب الامين العام، وده حصل برضو بالفعل لان كان في بعض النواب اللي ما قدروش يحضروا امبارح هم استلموا حاجتهم النهارده. الحمد لله الامور ماشيه كويسه، في تدابير واجراءات احترازيه مرعيه. الحمد لله بنشكر الساده النواب على الالتزام باصطحاب اقل عدد من المرافقين، بنشكر السادة الإعلاميين والصحفيين على تواجدهم المستمر معنا وتغطيتهم الطيبة، يعني ده كله بينعكس علينا على روحنا يعني بشكل إيجابي على المكان كله. يعني ما أقدرش يعني كل التفاصيل إحنا قلناها امبارح، لو في أي استفسار أنا تحت الأمر. يعني بنشهد يعني مشاركة كبيرة من المرأة، اعتقد 147 سيده 148 حتى الان دول المنتخبين. 472 حزبي، 93 مستقل. اكبر الاعضاء المنتخبين سنا السيده فريده الشباشي، السيده نائبه فريده الشباشي حتى الان المنتخبين. المنتخبين الانتخابات خلصت يا عم. صح. طب بالنسبه للاصغر، اصغر الاعضاء المنتخبين سنا السيد النائب ابانوب عزه والسيده النائبه فاطمه احمد، وانا بقول من دول الاعضاء المنتخبين. طب هو السيد رئيس الجمهوريه لديه صلاحيه تعيين 5% نصفهم على الاقل من السيدات، يستقل سيادته بتوقيت وعدد المعين. عايزين حضرتك تكلمنا عن استعدادات المجلس للجلسة الافتتاحية.